بغينا نحضروا العرض وانت كتشوف وقع واحد المشكل اللي كيقول لك سي عبد القادر السيكتور انه ما الطياره يتعطلات عليه. نطالبوا دابا بالتعويض ديال البي ديالنا، ما عطاونا والو صافي. انت كتشوف الداخل وقع واحد الفوضى، ما كاين والو. انت احنا غاديين بحالنا، قطعنا كل واحد وشحال قطع. احنا قطعنا بالنوار 200 درهم وما كاين والو. انت كتشوف كاين اللي قطع اكثر، كيقول لك الناس كاين اللي قطع ب 1000 درهم من وجده، كاين اللي جا من طنجه، كاين اللي كل واحد منين جا. العرض كان غيديروه مع السته ديال العشيه، ودابا انت كتشوف شحال دابا في الساعه 12 الليل ومازال ما كاين والو. وقع واحد السنفار كبير، واحد لعل الناس عندهم ولادهم بغاو على حساب غدا ان شاء الله الاثنين غيبداو القرايه ديالهم، وانت كتشوف مخلينهم روطال ما كاين والو. ما كاينش اللي هضر معاهم، كاع الناس اللي منظمين صحاب التنظيم ما كاينش كاع شي واحد اللي خرج هكا هضر بواحد اللي قال لهم زعما اللي شرح لهم ولا قال لهم راه وقع واحد المشكل. هو اللي قالها عبد القادر السيكتور طلع دابا قال لهم انا راه الطياره تعطلات من 4 د العشيه وانا في الطياره وما كاين والو. نعم نعم. واش غنقول لك فاس الله يشوف من حالها. ما كاين والو اخويا، ما كاين والو. سوء التنظيم اخويا الحبيب. هو نورمالمون كان خصو يجيب كريس صراحه الله، فهمتيني. هو عنده سبيكتاكل، عنده سبيكتاكل دابا، عنده سبيكتاكل دابا هاد العشيه. اجي من الجزائر. نعم نعم. نورمالمون كان خصو يبات هنا في فاس. يبات مساعد باش فاش يجي الوقيته ديال السبيكتاكل يكون حاضر وواجد. هو جاب حتى الوقيته هذه الطياره. الطياره قال لك كان فيها شي اضراب ولا ما عرفت، عطلت عليه. قال لك من ثلاثه وراك في الطياره ما قدوش الحال يوصلوا هذاك. الجماهير ما عجباش الحال، الناس قال لك من الوحداوي كتسنى حتى 11 الليل وما كاين والو. الناس بغات ترد فلوسها، ما فاش بغاو يردوا فلوسهم ما لقاوش مع من يهضروا. هذوك اللي داو الفلوس ما بغاوش يردوا الناس فلوسها، ما كاين حتى شي واحد مع من يهضروا. نط الفوضى، نط المشاكل، وكل شيء راه مازال دابا واحد. هو راه الداخل، هو راه طلع عطاوه المايك باش يهضر، باش يعتذر من الجماهير، يقول لهم سمحوا لي. كاين اللي سمح له، كاين اللي بغى يتفرج ضر في فلاصيل الداخل. راه كاين برا متواجد هو. راه هنايا هو بغى يدير السبيكتاكل ديالو. وني شي ناس قال لك احنا ما حنا كنتسناو، ما قدرناش، ما احترمناش، ما عندوش مواعيد، ما وفاش بالمواعيد ديالو، ما عجبهمش الحال. كاين اللي بغى يرد فلوسه، كاين اللي بغى يتفرج، كاين اللي جاي مع وليداته، كاين اللي جاي مع عائلته، كاين اللي من اترونجي جاي من وجده ولا جاي من طنجه، كاين اللي طاب ب 1000 درهم بغى يتفرج. كل الناس ما متفقاش. مشى الحال بدي 11 ونص، 10 ونص هذه 11.